طيب، يعني النهارده ذكرى من أسوأ الذكريات، او حدث كان بالنسبه لنا كلنا أليمة جدا جدا، مش بس الجمهور النادي الاهلي، لا كل المصريين بشكل عام، لان اللي توفوا اللي استشهدوا في اليوم ده هم من ابناء مصر ومن جمهور النادي الاهلي اللي ضحى بنفسه واللي كان متواجد عشان يآزر النادي الاهلي في احدى المباريات في 2012، عدى 8 سنين. فبالتالي الموضوع مش متعلق بذكرى يوم الحادث او يوم الوفاه، لا هما دايما في اذهاننا كلنا. يعني طبعا الذكرى يوم 1 فبراير زي النهارده يعني 2012 من 8 سنين، لكن الموضوع مش متعلق بيوم واحد، لا على مدار كل سنه كل ايام السنين بشكل عام دايما بيبقى في اذهاننا شهداء النادي الاهلي، في قلوبنا شهداء النادي الاهلي دائما وابدا. ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته، ويا رب باذن الله الاحداث دي ما تتكررش في الكره المصريه، لان في الحقيقه من ساعتها وما فيش كره في مصر بالشكل الطبيعي للاسف الشديد، وكان امر طبيعي جدا ان احنا نفضل بهذا الشكل بالتحديد في كره القدم. لكن الاهم بالنسبه لنا ان الناس دول هيفضلوا مخلدين في ذكرى كل المصريين بشكل عام بعد هذا الحادث الاليم، واللي باذن الله ما يتكررش في ملاعبنا المصريه او في اي ملاعب بشكل عام. ربنا يا رب يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناتهم.